فريق وزاري مكلف بتطبيع عمل المؤسسات في محافظة مأرب. زيارة جديدة بعناوين مختلفة حملت الكثير من الرسائل والقليل من الاهتمام، وإن جاءت متأخرة فقد كانت مطلبا لكثير من أبناء المحافظة ممن رأوا أن الأثمان الباهظة للاستعادة الشرعية تدفع داخل البلاد، وأن المقاومة تحتاج نظيرا وظهيرا سياسيا لا يدير المفاوضات فحسب، بل يدير الحرب أيضا ويعيد ترتيب الحياة من جديد. فثمة ضرورة لمنح السلطات ما يعبد شرعيتها ويمنحها قوة أخلاقية تحتاجها. وإن شاء الله إن الأيام القادمة نبشر أبناء شعبنا اليمني إن أبناء الفترة القادمة سيعود الحق إلى نصابه وستعود الدولة إلى مزاولة عملها. تأتي زيارة الوفد الحكومي بعد أيام من مغادرة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح مدينة عدن العاصمة المؤقتة، وقبله الرئيس هادي إلى الرياض بعد فترة مكوث شهدت الكثير من الهجمات المسلحة والأعمال الإرهابية. لكن هادي ونائبه لم يغادر عدن لهذه الأسباب كما تقول المصادر، فثمة مهام تستوجب عليهم قضاءها تتعلق مجملها بمناقشة ملفات اليمن مع دول التحالف بقيادة السعودية والتحضير للمحادثات المرتقبة. غير معروف ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى مأرب هذه المرة لتقيم فيها مؤقتا، لكن المؤكد أنها تبحث عن أرضية مستقرة تقف عليها في الداخل لتمارس مهامها بعيدا عن الفوضى والاختلالات الأمنية. فعلى الرغم من استمرار المواجهات في جزء من المحافظة وتحديدا في صرواح، إلا أن مأرب المدينة تشهد استتبابا جيدا للأوضاع الأمنية وتطبيعا للحياة، حيث استطاعت السلطة المحلية تأمين المناطق المحررة وإعادة معظم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل والتفاهم بين قيادة المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني. تظهر الخطة العسكرية تحويل مأرب إلى نقطة ارتكاز نحو صنعاء، بعد أن حولتها السلطات إلى مركز عمليات الجيش الوطني والقوات المشتركة، وفيها شهدت تدريبات عسكرية نفذتها وحدات خاصة من منتسبي الأمن والنجدة وقوات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قوات عسكرية تم دمجها إلى وحدات الجيش الوطني مؤخرا، وهو ما يعزز من قدرة قوات الشرعية على إحكام سيطرتها وتأمين المدينة من أي خطر محتمل.